فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول زوجتي أوقظها لصلاة الفجر ولكنها تتأخر في القيام في أول الوقت، هل زوجته؟ زوجتي أوقظها لصلاة الفجر ولكنها تتأخر في القيام في أول الوقت، فهل يلحقني إثم إن صلت في آخر الوقت وما الواجب علي؟ أنت قمت بالواجب وأيقظتها وهي صلت في الوقت، ما أخرجت الصلاة عن الوقت، فأنت تحثها على العجلة وعلى الصلاة في أول الوقت لئلا يخرج الوقت وهي لم تصلي، فأكمل معها المعالجة ويهديها الله إن شاء الله. نعم.